تعمل الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية تعمل على مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما له من غايات نبيلة للفرد بإصلاحه وتقويمه. يمثل قانون العقوبات البديلة أحد المعالم المشرفة في ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين. زادت من قيمته التوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق القانون، وهو ما يؤكد أن واقع حقوق الإنسان في البحرين حافل بالتشريعات والإنجازات والمبادرات البناءة. كما يؤكد النزلاء الذين خضعوا لمعايير قانون العقوبات البديلة تقديرهم لهذه الخطوة ودورها في إعادة دمجهم في المجتمع. نشكر جلالة الملك وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على إتاحة هذه الفرصة بالنسبة للأشخاص اللي فعلوا ذنوب واندمجوا مرة أخرى في المجتمع. طبعا العقوبات البديلة هو يعتبر من الدول المتقدمة اللي قامت بتطبيقها البحرين وعلى عدد كبير من الناس. أنا واحد أعتبر من ضمن المستفيدين، أتاحت الفرصة أن أنا ما أكون مبتعد عن أهلي، بالإضافة أن أنا في نفس الوقت أزاول مزاولة عملي ومهنتي واكتسبت خبرات جديدة دمجتني بشكل مرة ثانية في المجتمع. النظام هني مال الدوام يكون يراعي نظام عملنا الأولي، في مرونة، في تفهم، جماعة كلش بشكل متعاونين بالنسبة لنا. أنا كنت نزيل في دار إصلاح وتأهيل، وتم الإفراج عني بعقوبة بديلة، أن أنفذ عقوبة بديلة في خدمة المجتمع في وزارة الصحة، والحمد لله نفذت العقوبة في وزارة الصحة. وطبعا العقوبة هذه استفدت منها أشياء وايد. أولا عودتي لأهلي، واستفدت من خدمة المجتمع وايد يعني، واستفدت أشياء وايد أني أنا اشتغلت وزارة الصحة. طبعا أشكر جلالة الملك والقيادة الرشيدة على برنامج العقوبة البديلة، وأن هاي العقوبة البرنامج العقوبة البديلة يفيد حتى الشخص لو كان غلطان. أبي أتكلم عن العقوبة البديلة. هذه عقوبة جت بدلا من عقوبة سالبة للحرية، والميزة هذه العقوبة بأن الشخص يرجع إلى بيته، إلى أسرته، يهتم بشؤونهم، شؤون زوجته وعياله ولي عمره، وبالإضافة يرجع لعمله فيترزق، فيستفيد من ناحية اقتصادية اجتماعية ونفسية، وهذه كلها الجوانب مهم جدا في حياة أي شخص. بالإضافة المجتمع تستفيد من خبراته ومن علمه ومن ثقافته ومن جهده خلال هالفترة. أوجه الشكر إلى الشغالين على هذا البرنامج ومنظمين برنامج منظم جدا. من أول يوم يتم اختيارك هذا البرنامج، الأمور واضحة جدا، يرشدونك لجهة العمل، يراعون مهنتك، يراعون شغلك، يراعون أشياء كثيرة وبمنتهى الاحترام والمعزة. فبالعكس أبي أشكر جميع الشغالين على هذا البرنامج الرائع، وإحنا نتميز في العالم بوجود مثل هذا البرامج في مملكتنا. مرة أخرى تثبت البحرين أنها بلد حقوق الإنسان واقعا وممارسة، وأن حقوق الإنسان والحفاظ عليها جزء لا يتجزأ ومن الثوابت الوطنية في مملكة البحرين.